ظل الوضع الراهن من كوارث وحروب ونزاعات، أصبحت المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية التركية كشعلة أمل بالنسبة للمنكوبين والمستضعفين والمهجرين حول العالم من خلال تقديمها للمساعدة الإنسانية والتي توصلها إلى جميع المحتاجين. منظمة آفاد ما بين مخيمات المهجرين وبيوت الأهالي والمحتاجين تقدم الدعم والإغاثة والمساعدة الإنسانية للجميع على حد سواء، مما جعلها محط آمال الكثيرين، حيث تصل مساعداتها إلى 58 دولة في 5 قارات. حيث أفادت التقارير أن حجم إنفاق المنظمة على المساعدات الإنسانية الدولية لعام 2019 قد وصل ل 55 مليون دولار أمريكي. منظمة آفاد في الشمال السوري المحرر فرعها الرئيسي على النقطة الحدودية مع تركيا في مدينة الرعي. حيث مركزها الأساسي والمخازن الرئيسية والتي يتم إفراغ الحمولات القادمة من تركيا من مساعدات إنسانية كألبسة ومواد غذائية وطحين، يتم توزيعها فيما بعد إلى الأفرع الثانية في الشمال السوري مثل فرعها في مدينة الباب وعفرين وأخترين ومارع وعزاز وجرابلس، حيث توزع آفاد في كل يوم ما يقارب 12,000 ربطة خبز على المخيمات المتفرقة في تلك المناطق. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.